من الملف الرياضي مشاهدي الاعزاء. معانا الاستاذ الزميل والصديق بابكر عثمان. بابكر صباح الخير. صباح الخير عليكم ومرحبا بكم مشاهدي قناه الشروق. اهلا ومرحبا بك حبابك. نبدا معك باول اخبارنا الرياضيه. القمه تعلن مشاركتها رسميا في احتفالات عام زايد. افتكر انه هي خطوه مثاليه في الانتقال بمباراه القمه السودانيه الى مساحات ارحب. يمكن اشيل الخطر الوحيد في الموافقه التاريخ المحدد للمباراه، يمكن هو بيصادف بدايه اعداد بالنسبه للفريقين، اضافه الى انه المريخ مجابه بمشاركه عربيه يمكن في النصف الثاني من شهر اكتوبر، والبطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا المراحل التمهيديه بتنطلق في 27 نوفمبر، اضافه الى انه معروف انه الموسم المقبل موسم مضغوط بالنسبه للاتحاد الافريقي، هيبدا في نوفمبر وينتهي في مايو قبل انطلاقه امم افريقيا. دي كلها اشياء لما تتجمع مع بعض بتلقى انه اللاعبين الهلال والمريخ لن يتحصلوا على راحه كافيه، تضيف عليها المعاناه اللي عانوها خلال الموسم الحالي لاعبين شاركوا من بطوله امم افريقيا في الشان، وصلوا الى اليوم القبل الاخير، كلها معاها مشاركه الهلال الافريقيه وصول حتى المجموعات، مشاركه المريخ ممكن طلع مبكر من البطوله الافريقيه لكن شارك في البطوله العربيه ومستمر في كاس السودان والدوري المضغوط في السودان، يعني كلها اشياء بتجتمع في التاريخ ده. لكن رغم ذلك يمكن المؤتمر الصحفي للإعلان عن قيام المباراة سادته روح طيبة جدا بين الوفد الإماراتي وممثلي الاتحاد السوداني وممثلي هلال المريخ، تحدثوا أنه عظمة المناسبة أهم من الأمور المتعلقة بالتاريخ الخاص بالمباراة، وإنهم هم هدفهم الرئيسي الانتقال بالقمة السودانية إلى مساحات أرحب ونشرها على النطاق العربي ومن ثم محاولات لنشرها عالميا. نعم عم زايد، يمكن المناسبة كبيرة وعظيمة، يعني نتحدث عن الشيخ زايد أكيد طبعا عن... هم امبارح يعني كل الكلمات اللي كانت في المؤتمر الصحفي بتتحدث عن البر والإحسان والأخلاق والأعمال الخيرية اللي قام بها الشيخ زايد في السودان خلال السنوات الماضية والإرث التاريخي من علاقات أزلية تركها بين السودان والإمارات، حتى يعني بتلاحظ اللغة ما فيها مجاملة حتى من الإماراتيين نفسهم تحدثوا عن أنه هم السودان له دور كبير في نهضة كرة القدم في الإمارات من خلال اللاعبين الذين دعموا انطلاقة الدوري وأسسوا الدوري معهم، وتحدثوا السودانيين أيضا عن دور شيخ زايد وأعماله الخيرية تجاه السودان والمحبة اللي بتجمع شيخ زايد بالسودانيين. نعم، علاقة خاصة هي يمكن احنا تابعناها في الإعلام يا أحمد، شيخ زايد عنده محبة خاصة للسودان ونحن كسودانيين عندنا محبة خاصة له، لكن أنت تكلمت عن انطلاق للعالمية. تابعنا القمة الأهلي والزمالك في 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 الإمارات، وتابعنا المصري والأهلي في الإمارات، وكيف الناس حشدت الإعلام، يعني كان في شغل إعلامي كبير جدا جدا، يمكن ده كان الفائدة العظمى والفائدة الكبرى من هذه المشاركة. أكيد طبعا امبارح الوفد الإماراتي كان حريص جدا على انه ممثل الاعلام يعقد جلسه مع وسائل الاعلام السودانيه عقب نهايه المؤتمر الصحفي. نعم. من خلاله وضح لهم الكثير من النقاط الخاصه بالتغطيه الاعلاميه والاشياء اللي حتقدمها، التسهيلات اللي حتتقدم للاعلاميين من اجل انه يكونوا موجودين في الحدث، والاتحاد الاماراتي واضع خطه يعني واضحة بخصوص العمل الإعلامي لمباراة المريخ. يمكن الإمارات يعني صدافت أحداث كبيرة، أصبحت صديق دائم لكأس العالم للأندية، المناسبات المصرية الكبيرة كلها شاهدناها هناك، كأس السوبر المصري، اعتزال حسام غالي، مباريات كبيرة. يمكن حتى نحن على المستوى التنظيمي نحن ممكن نكتسب خبرات جديدة وأشياء يعني هم نقلوها من العالمية، يعني تنظيم مناسبة كأس العالم للأندية في الإمارات يعني بصفة ممكن تكون يعني شبه دائمة. نعم. الحاجة دي ما صدفة ولا بدوها مجاملات، أكيد هي عمل احترافي للاتحاد الإماراتي وللمسؤولين في الإمارات. نعم. طيب
نمشي لخبر اخر. مجلس المريخ تسلم خطاب من الـ من الـ من الفيفا بيستفسر عن مستحقات جارزيتو، وجارزيتو يصرح انه المريخ سلمني مستحقاتي. هل هذه ستكون نهايه ما دايرين نقول ازمه؟ لانه جارزيتو كان لطيف جدا مع المريخ. هو طبعا القصه من بدايتها جارزيتو خاطب الفيفا يعني ممكن تقول قبل شهر، خاطبهم بانه هو ما استلم مستحقات المريخ رغم انه القرار صادر من 6 مارس. بعد خطاب جارزيتو للفيفا المريخ كان الوقت ذاك تحرك بعده ب 10 ايام او 12 يوم ورسل مستحقات جارزيتو. معروف انه التحويلات البنكيه التحويل كان من تركيا لفرنسا. التحويل البنكي بياخذ له قرابه اسبوع حتى يصل للمستفيد. جارزيتو كان على تواصل مع مجلس المريخ ويستلم منه ارقام الحسابات حقته هو وحقت ابنه انطوني اللي كان هو مساعده في المريخ. يمكن حساب ابنه كان فيه خطا بسببه ما تحول. جارزيتو تحول المبلغ لكن ما وصل، وفي نفس الوقت لا المريخ افاد الفيفا بانه هو عمل اجراءات للتحويل، ولا جارزيتو افاد الفيفا بانه المريخ بدا اجراءات للتحويل. ده السبب اللي خلى الفيفا يخاطب المريخ بخطاب جارزيتو القديم. ومبارح يمكن شاءت الصدف انه في نفس اليوم جاء فيه خطاب الفيفا المبلغ وصل حساب جارزيتو في فرنسا. فبعدها جارزيتو صرح بانه هو استلم مستحقاته، تبقت مستحقات انطوني 37,000 دولار. المفروض مجلس المريخ خلال ساعات اليوم او القد يكمل عمليه التحويل بعد تصحيح رقم الحساب. يمكن دي واحده من الاشكالات الكبيره كانت بتواجه مجلس المريخ، لانه المبلغ في مجمله 141,000 دولار. المريخ ممكن جارزيتو عنده مستحقات ثانيه لعام 2017، لكن انت لما تبدي حسن النيه كمجلس مريخ تنهي ازمه 2015، اكيد جارزيتو بحكم علاقاته مع المريخ وارتباطه بالنادي في فترتين يعني مستعد يدي الناس مساحه انه هم يرتبوا امورهم من جديد عشان يحلوا لي ازمه 2017. اكيد فعلا علاقه جارزيتو بالمريخ علاقه وثيقه، ويمكن عنده علاقه حتى مع المشجعين العاديين، وده سهل للمريخ. يعني بيختلف مع كافاني للهلال، اختلف تماما الان جارزيتو مع المريخ، وحتى بالرغم انه القروش يمكن لها فتره طويله ما دفعت. نمشي من المريخ للهلال واهلي شندي في دوري النخبه غدا مباراه بينهما. والله اعتقد هي يعني بعد خساره اهلي شندي العريضه امام المريخ المباراه ممكن يعني حتكون صعبه على اهلي شندي. يمكن لاعبي اهلي شندي يعني في عدد كبير منهم تحصل على بطاقات سواء بطاقه صفراء او بطاقه حمراء لي ياسر مزمل في نهايه المباراه. يمكن اهلي شندي حيفقد عدد من عناصره الأساسية أمام الهلال، لكن تظل مواجهات الأهلي شندي والهلال واحدة من أهم المواجهات في بطولة الدوري السوداني. يمكن أهلي شندي عنده 17 نقطة في المركز الرابع، والهلال بعد خصم النقاط عنده 21 نقطة. يمكن المباراة ممكن تكون بمثابة يعني أمل لأهلي شندي إنه يظل في المركز الرابع أو يقرب من المركز الثالث. ايضا المريخ حتكون عنده مباراه في كاس السودان مع اهلي الخرطوم في نصف النهائي. طبعا مباراه المريخ والاهلي الخرطوم انا ما اتوقع انها حتكون بشغف كبير يوازي نصف النهائي. الاسباب انه المريخ مفكر في مباراه الهلال يوم 29، بالتالي بنسبه كبيره حيكون عدد اللاعبين المشاركين في التشكيله من العناصر البدلة. اضافه لكذا أهل الخرطوم عنده مباراة حاسمة أيضا في مرحلة البقاء والهبوط، لأنه أهل شندي أهل الخرطوم ما أمن موقفه في البطولة، بالتالي الأهم بالنسبة له يبقى في الدوري الممتاز من الوصول إلى نهائي كأس السودان. فالمباراة ما أتوقع تكون بالحجم الموازي نصف النهائي. يمكن تكون مباراة متوسطة، وفي النهاية يمكن المريخ أقرب للوصول إلى المباراة النهائية من الأهل الخرطوم. طيب بابكر، اذا رجعنا لموضوع الهلال وخصم النقاط، في كلام عن استئناف الهلال للاتحاد الدولي. هو طبعا الفيفا بالامس اعتمد رسميا خصم النقاط من الهلال، حتى موقع الفيفا عدل ترتيب الدوري السوداني، خصم 6 نقاط من الهلال. لكن اداره الهلال تؤكد انه من حقها الاستئناف في القضية. يمكن في قضايا سابقة، في قضية الاتحاد جدة، في قضية الإسماعيلي المصري، النقاط ما رجعت فيها للأندية. لكن في النهاية الهلال من حقه
يستأنف ويتابع القضية إلى أقصى مدى، خاصة إنه يعني خصم 6 نقاط من فريق بينافس أو فريق عنده جماهيرية مثل نادي الهلال، أمر ليس سهل وأمر غير مقبول بالنسبة للجماهير. الهلال كان يعني بعد يلعب المباراتين المؤجلات ممكن يكون بطل للدوري السوداني في حال أنه حقق الانتصار فيهم، كان الصدمة كبيرة بالنسبة لإدارة نادي الهلال. أعتقد أن إدارة نادي الهلال نفسها شاركت في الخطأ بخصم النقاط، الطريقة التي تعاملت بها طريقة غير احترافية تماما، يعني الحديث عن أنه مجلس الهلال غير قادر على تحويل الأموال في حساب بنكي حديث يعني غير مقبول، وحتى في العالم السادس غير مقبول. يعني رئيس الهلال معروف رجل أعمال عنده علاقات، حتى لو هو ما قادر يحول المبلغ عنده علاقات قادر يوصل بها المبلغ. يبدو أنه في إشكال حقيقي بين كافالي وإدارة الهلال، هو القاد لهذه النقطة. نمشي الأخبار العالمية. مبارح كان توزيع جوائز The Best من الفيفا، كثير من المفاجآت، يعني 10 أعوام كريستيانو رونالدو وميسي كانوا مسيطرين على جائزة أفضل لاعب، يعني 5-5. هذه المرة مودريتش أفضل لاعب في العالم. وطبعا تتويج مودريتش ممكن يكون حدث مفرح بالنسبة لناس وحدث محزن بالنسبة لمتابعي كرة القدم في العالم بشكل أشمل. معروف شعبية رونالدو وميسي، فوز مودريتش بالأمس يعتبر تغيير حقيقي في كرة القدم، ده الشيء المفرح. لكن بالجانب الآخر يعتبر بداية نهاية لعهد ميسي ورونالدو، فدي حاجة محزنة بالنسبة لكل متابع تابع ميسي ورونالدو لمدة 10 سنوات. معروف إنه الحاجة اللي حصلت بين ميسي ورونالدو دي في تاريخ كرة القدم في العالم ما حصلت. لاعبين يعني منحوا الإثارة والتشويق للدوري السوداني ودوري أبطال أوروبا على مستوى العالم الشعبية، يعني حاجة كانت يعني شيء من ضروب الخيال، يعني زي الناس وصلت لدرجة شبهته بمسلسلات الأطفال ماجد وبسام، وإنه ما يحدث بينه مشبه بالكرتون. فيعني يمكن مودريتش الأرقام حقيقة والجوائز هي الأنصفت مودريتش إذا وضعته مع رونالدو في مواجهة بتلقى متفوق على رونالدو. فاز مع رونالدو بدوري الأبطال في ريال مدريد وفاز معه بكأس العالم للأندية، لكن مودريتش ظهوره مع منتخب كرواتيا كان حاجة حاسمة، فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم، يمكن دي الأشياء الحسمت المواجهة. محمد صلاح أنا بعتقد إنه حتى ظهوره في أفضل 3 يعتبر إنجاز محمد صلاح في أول ظهور مثلا على مستوى الدوري الإنجليزي ونجاحاته الحققة. يمكن أمامه الفرصة، هو عمره 26 عام، أمامه الفرصة إنه يكرر للمرة الثانية إنجازاته ويصل للمنصة في سنوات مقبلة. أنا بتمنى في يوم من الأيام أشوف محمد صلاح أفضل لاعب في العالم، رغم إنه المهمة صعبة. حتى محمد صلاح في بدايته في الموسم ده واجه صعوبات كبيرة، يمكن نحن العرب بما يعني بنشكل ضغوطات على اللاعبين بتأثر عليهم حتى في الملعب. نعم، حقيقة نحن بنحييكم. أكيد محمد صلاح يمكن زمان انتهى، لكن محمد صلاح فايز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام 2018. والله هو هذا يعني إحقاق للحق، هدف محمد صلاح ليس أجمل هدف في 2018. لكن يعني ربما تكون يعني غياب ميسي ورونالدو من حفل الفيفا ربما لعب دور في ذلك. يعني شكرا جزيلا بابكر وعثمان صحفي رياضي، شكرا لحضورك لكل التحليلات اللي قدمتها لنا، كثر خيرك. شكرا لك كثير بابكر. وصلنا لختام حلقة اليوم من صباح الشروق اللي كان فيه عدد من الفقرات، يمكن ابتدرناها مع تسنيم البرهومي وتكلمنا عن التفكير الإيجابي. نعم، ومشينا وتحدثنا عن البلح ومهرجان التمور وتحدثنا عن كلية الطب جامعة السودان العالمية. نعم، كان عندنا برضو فقرة صورة وتعليق من ذاكرة الوطن، تكلمنا عن البريد وساعي البريد
وكثير من الذكريات يعني جوابات اللي جوابات وجوابات المعتصم في الجروش والحب وكله يعني. يا ريت البريد يعود ثاني الان واتساب بيجيك طوال كده يعني ما في احساس. برضو كان عندنا وقفه مع الاخبار السياسيه مع زميلنا الشيخ يوسف عرضنا من خلال عدد من الاخبار اللي كانت في الشروق نت. نعم العديد من الفقرات تابعناها هذا الصباح ويمكن ختمنا بالزميل والصديق بابكر عثمان من خلال الرياضه يا احمد. نعم ختاما حتى نلتقيكم تقبلوا تحايا فريق العمل الذي سعدنا جدا ونحن ننقل جهده. نعم اكيد هشام الريح مخرج هذا الصباح وصغيرون في المونتاج وجمال معانا في الصوت، جمال واحد من لاعبي الكره السابقين ومعانا امجد ومعانا في الهندسه ايضا مجموعه من الشباب كانوا معنا في هذا الصباح يا احمد. نعم شكرا لهم. شكرا ايضا لمنتج هذا اليوم رشا ابراهيم. حتى نلتقيكم مره ثانيه تقبلوا تحيه فريق العمل الذي سعدنا جدا ونحن نقدمه. نعم بنحييكم ونقول لكم حتى نلتقي في صباح اخر لكم دائما احلى تحيه.